جميعنا نعرفها، فقد كنا نرتاد المحلات الشعبية لتناولها، المحاجب والكسرة، وجبات الشتاء البارد، وملاذ الطلبة والموظفين من ذوي الدخل المحدود. إن كل حاجة خفيفة فاقس دراهمي، إلا حاجة هكذا سامبل تاع 5000 8000 10000، إن واحد ينحي الجوع وخلاص باش ما يموتش وخلاص. كيما نقول لهم حاجة هكذا كسرة واحدة تزيد مع ما كاسح لي بعض ما يطول، هذه هي. وكيما حنا هاد الماكولات هذه نصيبوها اللي ناكلوها في الدار، نصيبوها هنايا في المحل، كيما نقولوا المحاجب حاجة سخونة اللي تفيدنا في الشتاء، ونقدروا كيما نقولوا ناكلوها بسومة رخيصة، ومام طون جور تشبع. مع بداية كل موسم الشتاء يصبح العمل في محل السيدة نصيرة على قدم وساق، خاصة مع اقتراب موعد خروج الموظفين لتناول وجبة الغداء. كي تبرد الحالة الناس عندها كاين إقبال بزاف على المحاجب، يحبوهم سخونين مثلا مع الصباح، يحبونا نحل على 5 تاع الصباح، يحبوا ياكلوا مسمن سخون يدوهم الطاجين، ياكلوا كسرة سخونة، ومن بعدك على الفطور يحبوا ياكلوا كسرة فخسي. احنا بكري كان نوع واحد برك، ودوكا رانا عندنا 6 أنواع فيها، السعر تاعها معقول، عباك الناس راهي شهارة وكاين يحبسوا الخدمة وما يقدروش يكلفوا زعما يشروعوا ساندويتش غالي ويحبوا تاع الدار، وخاصة ملي بدات هذه جائحة كورونا. البحث عن وجبة ساخنة في عز البرد وبأقل تكلفة يزيد من الإقبال على هذه المحلات، ويزيد من شعبية المحاجب والكسرة.